بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 13. حديثنا اليوم عن الركن الثاني من أركان الإسلام، بعد أن تكلمنا الجلسة الماضية عن الركن الأول للارتباط العظيم بين هذين الركنين. الركن الثاني هو الصلاة، الصلاة المفروضة، الصلوات الخمس في اليوم والليلة. هذه الصلوات العظيمة التي خصها الله بمنزلة عنده لم تنلها بقية العبادات ما عدا الركن الأول وهو التوحيد. الصلاة يا عباد الله لها أهمية عظيمة في الإسلام، وذلك لعدة أمور. أولا أنها أول ما فرض الله بعد التوحيد، أول ما فرض الله من فرائض الإسلام بعد التوحيد هو الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. ومما يدل على أهميتها أن الله فرضها على المسلمين ليلة المعراج، لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به من هناك إلى السماء، فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس وهو في السماء ليلة المعراج، بينما بقية الشرائع تنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. الصلاة فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج، وكان ذلك قبل الهجرة، كان ذلك قبل الهجرة، وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها أصحابه معه في مكة قبل الهجرة، بينما بقية أركان الإسلام فرضت بعد الهجرة بالمدينة، بعد مما يدل على أهمية هذه الصلوات الخمس. ومما يدل على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى أمر ببناء المساجد لها وشرع لها الأذان والإقامة،
أمر ببناء المساجد لأجل الصلوات الخمس، وشرع لها الأذان وهو النداء لحضورها والإقامة. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يسبح له فيها يعني يصلي له لله عز وجل في هذه المساجد رجال، لأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجماعة، صلاتهن في بيوتهن أفضل، إنما هذا على الرجال. فالرجل لا يسعه أن يترك صلاة الجماعة وهو يقدر على حضورها، فإن ترك صلاة الجماعة وهو يقدر فإنه يكون تاركا لواجب عظيم، بل يرى بعض العلماء أنها لا تصح صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له إلا من عذر. قيل وما العذر؟ قال خوف أو مرض. ومما يدل على أهمية الصلوات الخمس أنها لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال، ما دام عقله ثابتا فإنها لا تسقط عنه، فلا تسقط عن أصحاب الأعذار. فالمريض يصلي حسب استطاعته، يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما في الحديث الصحيح. فلا تسقط عن المريض ولو كان مرضه شديدا، ما دام أن عقله موجود فإنه يجب عليه الصلاة حسب استطاعته. فإن كان يقدر على القيام صلاها قائما، فإن لم يستطع صلاها جالسا، فإن لم يستطع صلاها على جنب، فإن لم يستطع صلاها مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كما في الحديث. إن كان يستطيع الوضوء، إن كان يستطيع الطهارة بالماء وجب عليه ذلك، وإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء أي أنه يتيمم بالتراب. فإن كان ليس عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله ولو بدون وضوء وبدون تيمم، لا تسقط عنه الصلاة أبدا. وكذلك في السفر لا تسقط الصلاة عن المسافر. المسافر سبق لنا أنه يفطر في رمضان ويقضي ما أفطره من رمضان، أما الصلاة فلا، لا بد أن يصلي في أثناء سفره، لكنه رخص له في قصر الصلاة
الرباعية إلى ركعتين. قال الله سبحانه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. تصلى الرباعية ركعتين، وإذا شق عليه كل صلاة في وقتها على المسافر والمريض فإنهما يجمعان بين الصلاتين في وقت إحداهما، الظهر مع العصر، مغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب الاستطاعة أو بحسب الأرفق، بالمعذور. وكذلك لا تسقط الصلاة في حالة الخوف، في حالة الخوف مع العدو وحالة القتال، حالة القتال ما تسقط الصلاة. قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا في حالة الجهاد في سبيل الله. وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ما سقطت الصلاة في حالة الخوف، فدل على أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال، لكنه يصليها بحسب استطاعته. فإذا اشتد الخوف، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا اشتد الخوف فإنه لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي وهو يمشي أو يركض أو وهو راكب على مركوبه أو وهو يمشي على قدميه، فرجالا يعني مشاة أو ركبانا، يصلي إلى الجهة التي هو فار إليها، يسقط عنه استقبال القبلة للعذر. ويصلي راكبا إذا كان الركوب أسرع له في الهرب، يصلي وهو راكب، أو إذا كان يعدو على قدميه يصلي وهو يعدو. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالخوف على قسمين: خوف غير شديد، وهذا هو المذكور في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. إذا كان المسلمون مقابلين للعدو، متقابلين مع عدوهم، كل واحد يتوقع أن ينقض على خصمه، لا تسقط الصلاة. إذا حانت الصلاة تصلى على الصفة التي شرعها الله سبحانه وعلى ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا اشتد الخوف، هذا هو المذكور في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فدل على أن الصلاة لا تسقط في حالة الخوف، سواء كان الخوف شديدا أو غير شديد. فدل على مكانة الصلاة وأنها لا تسقط عن المسلم بحال من الأحوال ما دام عقله ثابتا. أما إذا زال عقله، إذا اختل عقله ولم يبقى معه عقل فليس عليه شيء، قوله صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. ومما يدل على مكانة الصلاة في الإسلام أن تاركها متعمدا يكفر، أن تارك الصلاة متعمدا يكفر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. هذا في الصحيح، في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا في السنن، هذا الحديث مخرج في السنن. وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول إجابة قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما يؤدون الزكاة، ما يصلون ولا يزكون. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقرن الله ترك الصلاة مع التكذيب بيوم الدين، والتكذيب بيوم الدين هذا ردة عن الإسلام بالإجماع، كذلك ترك الصلاة لأنه ذكر معه. ثم قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. تارك الصلاة لا تنفعه شفاعة الشافعين، والذي لا تنفعه شفاعة الشافعين هو الكافر. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنما تنفع الشفاعة أهل الإيمان العصاة من المؤمنين الذين معصيتهم دون الكفر، دل على أن الصلاة كفر لا تنفع تاركها شفاعة الشافعين. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فدل على أن من لا يصلي لا يخلى سبيله. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فدل على أن الذي لا يصلي ليس من إخواننا في الدين، والذي ليس من إخواننا في الدين هو الكافر. فدل هذا على كفر تارك الصلاة، الكفر الأكبر المخرج من الملة. هذه الصلاة، وكانت الصلاة لها مكانة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به
يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه مكانة الصلاة عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأثر أن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: ما كان شيء تركه كفر عند صحابة رسول الله إلا الصلاة، يعني من الأعمال، لم يكن من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. الصحابة مجمعون على أن تارك الصلاة كافر خارج من الدين، وهذا في كتاب الله كما سمعتم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه. وقال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقرن ترك الصلاة مع التكذيب وسماه توليا، تولي عن ايش؟ عن الدين. ولكن كذب وتولى يعني ترك الصلاة. فلا صدق هذا يقابله كذب، ولا صلى هذا يقابله تولى، تولى عن الدين وأعرض عن الله سبحانه وتعالى. فالأدلة صريحة بأن تارك الصلاة متعمدا أنه كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويحافظ على الصلاة. قال تعالى: حافظوا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. وقال تعالى: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فلا بد من المحافظة على الصلوات كلها. أما الذي يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها هذا مثل الذي ترك الجميع. من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر بذلك، فعليه التوبة إلى الله والدخول في الإسلام من جديد. فالصلاة شأنها عظيم، الصلاة شأنها عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. عموده الصلاة، فدل على أن الدين لا يقوم إلا على الصلاة، كما أن الخيمة والبيت لا يقوم إلا على العمود. فالذي ليس عنده صلاة لا يقوم له دين، كما أن من ليس عنده عمود لا يقوم له بنيان ولا يقوم له خيمة ولا بيت يسكن فيه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، والعمود هو ما يقوم عليه الشيء، ما يقوم عليه البنيان. لا، ما ليس هناك بنيان يقوم على غير عمود. فكذلك ليس هناك دين يقوم على غير صلاة. الصلاة أمرها عظيم ومكانتها عند الله عظيمة وثوابها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الذي يحافظ على صلاته تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، أما الذي يضيع صلاته إنه لا يبقى عنده ما ينهاه عن الفحشاء والمنكر.
ومما يدل على مكانة الصلاة في الإسلام أن الصلاة هي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أمور دينه، أول ما يحاسب عنه الصلاة. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله كما في الحديث. لكن بعض الناس أو كثيرا من الناس المنتسبين إلى الإسلام لا تهمهم الصلاة، لا تهم، إما أنهم لا يصلون أصلا، وهؤلاء لا شك في كفرهم بموجب الأدلة من القرآن والسنة، وإما أنهم يصلون بعض الصلوات ويتركون البعض الآخر، أو ربما إذا صاروا مع الناس صلوا، وإذا صاروا وحدهم تركوا الصلاة، كما يقال من رافق المصلين صلى ومن رافق المولين ولى. بعض الناس يصلي بعض الصلوات، إذا صار مع الناس صلى، ولا منه صار وحده منفردا أو خاليا من الناس ترك الصلاة، هذا ليس له صلاة. الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، الصلوات يعني الصلوات الخمس، وقال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم، كتبهن يعني فرضهن في اليوم والليلة، كلها مفروضة، كل الصلوات الخمس مفروضة، فلماذا يصلي بعضها ويترك بعضها؟ كلها مفروضة. حافظوا على الصلوات، على جميع الصلوات. والصلاة الوسطى، خص الصلاة الوسطى وهي العصر، العصر لأنها تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة، يجتمعون في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر هو صلاة الفجر، سماها الله قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، مشهودة يعني محظور، تحضره ملائكة الليل وملائكة النهار الحفظة، ويحضرون أيضا صلاة العصر كما جاء في الحديث. هذه بعض اللمحات عن أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام التي تساهل فيها كثير من الناس، حتى يقول بعضهم الدين ليس صلاة، يقول صل، قال الدين ليس صلاة، يستهزي. والله جل وعلا يقول عن الكفار وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وهذا مثلهم، إذا قيل له صل يقول لا الدين ما هو بصلاة ويترك الصلاة والعياذ بالله. ما الفرق بينه وبين الذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون؟ ويل يومئذ للمكذبين. فلا يتساهل في الصلوات الخمس من في قلبه إيمان، ولا يبقى إذا تركت الصلوات الخمس لا يبقى من الدين شيء. جاء في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون منه الصلاة. الصلاة هي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته، عند موته وهو يغرغر سكرات الموت، إذا أفاق عليه الصلاة والسلام قال عباد الله الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ما زال يرددها حتى ثقل لسانه عن النطق بها، حتى ثقل لسانه عن النطق بها، وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت
أيمانكم. إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام عندك فانظر إلى منزلة الصلاة عندك، فإن كانت الصلاة عندك لها منزلة في نفسك فإن الإسلام له منزلة عندك، وإن كانت الصلاة رخيصة عندك وليس لها منزلة فالإسلام ليس له منزلة عندك، فهي الميزان وهي المقياس وهي العلامة بين المسلم والكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلواتهم، الدائمين على صلواتهم، ما هو اللي يصلون وقت ويتركون وقت آخر، بل يداومون عليها، يداومون عليها مدى الحياة، من حين يبلغ الرشد إلى أن يتوفاه الله وهو محافظ على صلواته، هذا هو المسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصلين المداومين على صلاتهم المحافظين عليها، وأن يمن على التوبة، ويمن على الجميع بمعرفة الحق والعمل به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، اقرأ، يكون لكم مرة وله مرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. نعم. أول سؤال في هذه الليلة، يقول صاحبه: إني جئت من اليمن لأداء عمرة لي ولوالدي المتوفى، فبدأت بالعمرة عن نفسي، واليوم التالي اعتمرت لوالدي من مسجد عائشة، فأفيدون عن صحة هذه العمرة أثابكم الله. العمرة صحيحة إن شاء الله، لكن لو أنك صبرت فترة بين العمرتين يكون بينهم فاصل زمني يكون أحسن. أما وقد فعلت وأديت العمرة من التنعيم، عمرتك صحيحة، لكن لماذا تقول مسجد عائشة؟ ما هو مسجد عائشة، مسجد التنعيم، سمى مسجد التنعيم، عائشة ليس لها مسجد. نعم، ثابكم الله. فضيلة الشيخ، كثر السؤال للإخوة المعتكفين يسألون عن الخروج، فبعضهم يسأل عن أخذ الطعام، والبعض الآخر عن الاغتسال، والبعض الآخر عن مكالمة هاتفية، والبعض الآخر لمراجعة أموره الخاصة، فهل في هذا يخل بالاعتكاف؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الاعتكاف معناه البقاء والمكث في المسجد، ولا يخرج إلا للحاجات الضرورية، كإحضار الطعام إذا لم يكن عنده من يحضر له طعامه شرابه، الشراب والحمد لله متوفر في المسجد، لكن الطعام، وكذلك الوضوء طهارة، يخرج الإنسان لقضاء حاجته وللطهارة، يخرج للطهارة والوضوء، وما عدا ذلك لا يخرج من معتكفه. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: لي والدتي عملت عملية للعمود الفقري ولا تستطيع أن تركع أو تسجد، فماذا تفعل؟ تركع وتسجد بالإيمة برأسها، تومي برأسها، وهي للركوع تومي وهي قائمة، إذا كانت تستطيع القيام تومي للركوع وهي قائمة، والسجود تومي له وهي جالسة، وإن كانت لا تستطيع القيام تصلي جالسة وتومي بالركوع والسجود برأسها. نعم. يقول السائل: إني متزوج ووالدي
توفاه الله قبل 5 أشهر، فاستأجرت بيتا في صنعاء أنا وزوجتي، وبعد ذلك لحقت بي أمي بعدما مضى من عدتها أو من عدة وفاة والدي 4 أشهر و8 أيام. 4 أشهر و8 أيام، نعم، يعني باق يومين. استعجلت، لو بقيت في بيتها إلى أن كملت 4 أشهر و10 أيام في بيتها ثم بعد ذلك تخرج تأتي عندك في بيتك، لكن على كل حال يعني عدتها صحيحة إن شاء الله، عدتها صحيحة، ولكنها أخطأت في العجلة لأنها ما كملت 8 أيام، ما كملت 10 بعد 4 أشهر. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم. يقول السائل: ما هو الأكمل في صلاة التراويح؟ أن أصلي كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، أم أصلي كما ورد عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة؟ الأكمل أن تصلي مع المسلمين، أن تصلي مع المسلمين، إن كانوا يصلون 11 تصلي معهم 11، إن كانوا يصلون 23 تصلي معهم 23 مع المسلمين، وكله سنة ولله الحمد. 11 سنة و23 سنة الخلفاء الراشدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للتراويح وقيام الليل، لم يحدد عددا معينا، بل حث على قيام الليل وحث على قيام شهر رمضان، ولم يحدد لأمته ركعات معينة. فأنت تصلي مع المسلمين، إن صلوا 23 فهذا هو فعل الخلفاء الراشدين لأنه من وقت عمر رضي الله عنه، وإن صلوا 13 أو 11 فصلي معهم كما يصلون، ولا تنعزل عنهم ولا تنفرد عن المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ما قال حتى من قام مع الإمام 11 أو 13، بل قال حتى ينصرف، حتى ينصرف. فإذا كان يصلي 23 لا تنصرف حتى ينصرف الإمام، بل إن بعض العلماء يرى إنها 40 ركعة، بعضهم يرى إنها 36 ركعة، بعضهم يراها 23. المسألة الأمر واسع ولله الحمد، لكن المسلم يصلي مع إخوانه المسلمين ولا ينفرد عنهم ولا يبدعهم، يقول هذا بدعة كما يقوله بعضهم، حتى أنه يلزم على كلامه أن عمر مبتدع وأن الصحابة مبتدعة، لأنهم صلوا 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين التهجد والتراويح؟ لا فرق بينهما، لكن التهجد يقسم، تهجد في العشر الأواخر يقسم قسمين، قسم في أول الليل وهو التراويح، وقسم في آخر الليل وهو التهجد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. كثر السؤال عن حكم تارك الصلاة تكاسلا، وهل يفرق بينه وبين من تركها متعمدا؟ نعم، المتكاسل متعمد، المتكاسل متعمد، إنما الذي هو غير متعمد النائم أو الناسي، النائم أو الناسي. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما الذي يتركها متعمدا فهذا لا يقضيها، لأنه خرج من الإسلام، عليه التوبة، عليه التوبة والدخول في الإسلام من جديد والمحافظة على الصلاة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: أنا شاب معتكف، واشترطت كلما أنتهي من الدروس أقوم بتوصيل زوجتي إلى الفندق، وفي نفس الوقت أغتسل هناك وأقضي بعض حوائجي ثم أعود،
ولا أباشر زوجتي، أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم. يقول أنا شاب معتكف، نعم، واشترطت كلما أنتهي من الدروس أقوم بتوصيل زوجتي إلى الفندق، وفي نفس الوقت أغتسل هناك وأقضي بعض حوائجي ثم أعود ولا أباشر زوجتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم، ما دمت أنك مشترط هذا فلك العمل بالشرط، لك العمل بالشرط. نعم. يقول السائل أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الطواف، وجزاكم الله خيرا. بإمكانك تجمع بينهما، تطوف وتقرأ وأنت تطوف، تحصل على الأجرين، أجر التلاوة وأجر الطواف. نعم. يقول السائل هل ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يكفر تارك الصلاة عينيا؟ هل إيش؟ يقول هل ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يكفر تارك الصلاة عينيا؟ هذا كافر بالأدلة، بالأدلة الصحيحة، هذا كافر بالأدلة الصحيحة، يكفر طالب العلم أو العالم بالأدلة الصحيحة حتى يتوب إلى الله عز وجل، إلا إن كان مخبول العقل أو كان ترك الصلاة ناسيا أو ترك الصلاة نائما، هذا معذور. نعم. يقول السائل أعطي رجلا آخر مبلغا من المال بحيث يقوم الثاني بزراعة قطعة أرض خضروات وله ربع الربح، وإن خسرت المزرعة لم يكن له شيء، ما رأي الإسلام في ذلك؟ نعم، هذه المزارعة هذه جائزة في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على أن يزرعوها بالشطر، يعني بالنصف للمسلمين والباقي لهم، فلا بأس بذلك. نعم. يقول السائل ما حكم الخلوة والاستمتاع بالمعقود عليها قبل الدخول بها، وما حكم إهداء الهدايا للمخطوبة قبل العقد عليها؟ إذا عقد عليها عقدا صحيحا صارت زوجة له، يجوز له أن يخلو بها وأن يجلس معها وأن تكشف له، لأنه بالعقد صارت زوجة له. ولكن عادات الناس أنه ما يعمل هذا إلا بعد الدخول، ولو عمله يحصل تشويش ويحصل شر وفتنة، الإنسان يتجنب الشيء اللي فيه فتنة وفيه شر. نعم. وأما الجواز شرعا فهو جائز. نعم. ثابكم الله. يقول السائل إذا خرج المعتكف من المسجد لغسل ملابس، وأما الهدية يهدي لها ويعطيها ما في مانع، يعطيها ما يريد. نعم. يقول السائل إذا خرج المعتكف من المسجد لغسل ملابسه وانتظرها حتى تنشف، فهل يؤثر هذا على اعتكافه؟ إن كان فيها نجاسة فلا بد من غسلها، لا بد من غسلها، يغسل النجاسة، لا بد من غسلها. ولو وإذا صار ما عندها أحد يأخذها ويغسلها، لا يخرج هو ويغسلها، لا مانع من ذلك، لأن هذا حاجة. أما إذا كان المراد بغسلها للنظافة فلا، ما يخرج ليغسلها للنظافة. نعم. يقول السائل كيف نرد على من يقول أن لفظة الكفر التي جاءت في تارك الصلاة غير مخرجة من الملة، لأنه قد جاء لفظة الكفر في بعض المواضع غير مخرجة من الملة؟ السائل هذا ما يفهم الفرق بين الألفاظ التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول إذا أطلق الكفر بالألف واللام معرفا المراد به الكفر الأكبر، وأما إذا جاء الكفر منكرا مثل قتال المسلم، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر منكر، هذا أصغر، هذا الكفر الأصغر. نعم. يقول السائل أنا شاب ملتزم ولله الحمد، ولكن نفسي تدعوني إلى معصية الله، وجهونا جزاكم الله خيرا. عليك بعصيان نفسك ومخالفتها، وتذكر النار، وتذكر العقوبة،
تذكر الوعيد ثم تسهل عليك نفسك، والمسألة مراوضة، تراوض نفسك وتروضها حتى تعتاد الخير ولا تنفر من الخير. احتاج إلى صبر، احتاج إلى صبر مع نفسك. نعم. يقول السائل: في قوله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هل يستفاد منه أن لله صفة الشم؟ هذا تكلف من السائل، هذا تكلف من السائل. الحديث ليس فيه شم حتى نثبت الشم لله عز وجل. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الساحة لها حكم المسجد أم لا؟ كل ما كان داخل حمى المسجد فهو مسجد. الأشياء المحوطة هذه تابعة للمسجد بلا شك. نعم. يقول السائل: ما حكم العلاج بالقسط الهندي من المس بالجن في الرأس؟ هذا تسأل عنه الأطباء، أنا من الطبيب. ولا شك أن القسط، العود القسط الهندي فيه نوع من العلاج، لكن لا تقدم على علاج إلا بعد استشارة الطبيب، لئلا تأخذ علاجا ضارا أو علاجا غير مناسب لمرضك، شاور الأطباء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ما معنى هما بهم كفر؟ كفر يعني نوع من الكفر، كفر أصغر، وقلنا هذا منكر، هذا منكر، كفر هذا من الكفر الأصغر. نعم. يقول السائل: شخص له دين يقدر بحوالي 60,000 ريال، والناس يضيقون عليه من أجل أموالهم، وليس له أن يأتي بتلك الأموال، فهل يجوز له أن يستلف من البنك؟ بالربا لا يجوز، ما يجوز يستلف بالربا. إن وجد من يقرضه قرضا حسنا فالحمد لله، إن استطاع يكتسب ويحترف حتى يسدد دينه يكتسب ويحترف. والواجب إنظار المعسر، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. المعسر يجب إنظاره ولا تجوز مضايقته. نعم. يقول السائل: ما رأي الدين في دخول الجن في جسم الإنسان؟ وش اللي محوجك للسؤال هذا؟ ما له حاجة السؤال هذا. الجن يدخلون جسم الإنسان، هذا شيء مجرب وواقع، ودل عليه قوله تعالى: إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا فيه أن الشيطان يمس الإنسان، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا واضح من الدليل وواضح من الواقع أيضا. نعم. يقول السائل: هل إحياء ليلة العيد مشروعة في ديننا؟ لا، إحياء ليلة العيد ما ورد فيها شيء، ليلة العيدين. وفيه يروون حديث: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه، أو ما بهذا المعنى، وهذا ليس له سند وليس هو معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تخصص ليلة العيد. لكن من كان معتادا على القيام في آخر الليل فإنه يقوم ليلة العيد على عادته في سائر الليالي. أما أنه يخص ليلة العيد بالقيام هذا بدعة. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك فرق بين تارك الصلاة بالكلية وبين الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا؟ ومن كان كذلك ومات على تركها فما حكمه؟ هذا ذكرنا، قلنا اللي يترك الصلاة نهائيا والذي يترك بعضها ويصلي بعضها سواء،
الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، ما قال حافظوا على بعض الصلوات، بل قال حافظوا على الصلوات، وقال والذين هم على صلاتهم دائمون. أما اللي يصلي وقت ويترك وقت آخر هذا ما هو بدائم، ما هو مداوم على الصلاة. نعم. يقول السائل ما معنى حياك الله؟ تحية، اللي هي السلام، تحية هي السلام. نعم. يقول السائل نحن على أبواب عيد الفطر المبارك، فهل يجوز أن نسلم على أصحاب الأهواء والبدع؟ أهل الأهواء والبدع يختلفون، منهم من بدعته كبيرة ومكفرة ومضللة، هذا لا يسلم عليه بل يهجر. وأما إذا كان دون ذلك بدعها لا تصل إلى حد التضليل أو حد الكفر فهذا يناصح، يناصح ويبين له أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، فيناصح ويسلم عليه. نعم. يقول السائل جماعة من النساء في بيت واحد، هل يشرع لهن الصلاة جماعة في البيت؟ هذا طيب، إذا اجتمعنا وصلينا جماعة هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لأم ورقة أن تصلي في أهل بيتها، فإذا اجتمع النساء في البيت وصلينا جماعة هذا طيب، يكون إمامهن واحدة منهن. نعم. يقول السائل لي أب لا يصلي وكذلك إخوة ولم يفد النصح معهم، كيف يكون موقفي تجاههم؟ إذا لم يقبل النصح وأصروا على ترك الصلاة اعتزلهم وابتعد عنهم، اعتزلهم. إبراهيم عليه السلام قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وترك الصلاة كفر، كفر، فاعتزلهم إذا لم يقبلوا النصيحة وأصروا على ترك الصلاة، هؤلاء كفار، اعتزلهم. نعم. يقول السائل في الحديث إن للصائم دعوة عند فطره، هل هذا الحديث صحيح؟ ومتى يكون الدعاء، هل قبل الفطر أم بعده مباشرة؟ الحديث لم يصل إلى درجة الصحيح، ولكن فيه حديث صحيح إن من الذين تستجاب دعوتهم الصائم، الصائم ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم الصائم. نعم. يقول السائل بدأت مناسك العمرة بالصفا والمروة وبعد ذلك عملت الطواف حول البيت، هل العمرة صحيحة وجزاكم الله خيرا؟ لا، ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، لأنك نكست المناسك، الواجب أنك بدأت بالطواف كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، تبدأ بالطواف أولا، وبعد ما تفرغ من الطواف وتصلي ركعتي الطواف تذهب إلى السعي، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تعيد هذه العمرة، عليك أن تعيد السعي، تعيد السعي فقط، الطواف صحيح أديته، باقي عليك السعي، لأنك جبت السعي قبل الطواف في غير محله فتأتي به بعد الطواف وتقصر أو تحلق رأسك، وبهذا تتم عمرته. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ اعتكفت مرة في العشر الأواخر من رمضان ونويت اعتكاف العشر كاملة، ثم حصل أن مرض أبي مرضا شديدا فخرجت من الاعتكاف، ثم رجعت إلى البيت بعد يومين من خروجي من المسجد وجلست مع أهلي وباشرتها ثم رجعت إلى المسجد وواصلت الاعتكاف، فهل علي شيء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت نويت قطع الاعتكاف عند خروجك لتمريض والدك، نويت قطع الاعتكاف وإنهاء الاعتكاف فلا بأس بذلك، وعودك المرة الثانية هذا اعتكاف آخر، هذا اعتكاف ابتداء لاعتكاف آخر،
غير الأول فليس عليك شيء. نعم. يقول السائل: من أراد أن يعتمر عن أحد هل يجب عليه لبس لباس الإحرام أم يلبس لباس المخيط؟ وهل يخرج خارج مكة فينوي أم ينوي في مكانه؟ إيش يقول؟ يقول: من أراد أن يعتمر عن أحد هل يجب عليه لبس لباس الإحرام أم يلبس لباس المخيط؟ نعم، يجب عليه أنه يفعل بعمرة عن الغير مثل ما يعمل بالعمرة عن نفسه، فيتجرد من المخيطات ويلبس الإزار والرداء ويذهب إلى الميقات يحرم منه بالعمرة، وميقات أهل مكة هو الحل، تنعيم أو الجعرانة أو خارج الحرم، فتعمل بالعمرة للغير مثل ما تعمل بالعمرة لنفسك سواء. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة تركت الصلاة في مرضها أكثر من 10 أيام ظنا منها أنها لا تصح منها بالتيمم، هل تقضي هذه الصلوات؟ بلا شك أنه يجب عليها قضاء هذه الصلوات، ما تسقط عنها الصلاة، فعليها قضاؤها والمبادرة بذلك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف أحافظ على مداومة الخشوع في الصلاة والتدبر في قراءة القرآن الكريم جزاكم الله خير؟ عود نفسك على هذا، عود نفسك على الخشوع وعلى تدبر القرآن، واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أنت واقف بين يديه، واستعذ بالله من الشيطان في أول صلاتك بعد الاستفتاح. نعم. يقول السائل: هل يجوز زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان يجوز ماذا أقول؟ نعم، تستحب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، ويدخل في هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الصحابة، يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ. نعم. ويقول إذا زارها يقول: السلام عليك يا فلان، إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته. وكذلك غير الرسول إذا زار أي واحد من الأموات يسلم عليه باسمه، يقول: السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ثم يدعو له بالرحمة والمغفرة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يداعب زوجته حين المحيض؟ لا مانع، الله جل وعلا يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني مخرج الحيض وهو الفرج حرام عليه، وما عدا ذلك من جسمها فله أن يستمتع به. كان صلى الله عليه وسلم يأمر زوجته وهي حائض أن تتزر، يعني تلبس الإزار، ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: وقال: اصنعوا كل شيء إلا الجماع في الفرج. نعم. يقول السائل: عندي طفل عمره 10 شهور. نعم. عندي طفل له من العمر 10 شهور، ما حكم أخذ إبرة لمنع الحمل لمدة 6 شهور حتى يتمكن الطفل من إتمام الرضاعة حولين كاملين؟ إذا نصح الأطباء بأنه يحتاج أنه تأخذ إبرة لمنع الحمل لأجل مصلحة الطفل، أو لأجل أن الأم لا تتحمل الحمل الجديد، أنها مريضة أو ضعيفة الجسم، عند الحاجة لا بأس بتأخير الحمل، لا بأس بأخذ ما يؤخر الحمل من الأدوية. نعم. أما من غير حاجة فلا يجوز هذا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ظهرت في بعض الطلاب هدانا الله وإياهم إلى الحق يوالون من المسلمين من حضر لشيخهم
وقال بقولهم ويتبرؤون من بقية المسلمين ويصفونهم بأنهم أهل أهواء وأصحاب بدع والضلالة، فما قولكم فيهم جزاكم الله خيرا؟ طلبة العلم قدوة للناس، يجب أن يكونوا إخوانا متحابين، إذا رآهم الناس يتقاطعون ويتعادون فإنهم يكونون قدوة سيئة، وإذا رأوهم يتحابون فيما بينهم ويتواصلون فإنهم يكونون قدوة حسنة للناس. كيف تدعو الناس، كيف تدعو المسلمين إلى المحبة فيما بينهم؟ كيف تقول، تقرأ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ فلماذا طلبة العلم لا يصلحون فيما بينهم قبل أن يصلحوا بين الناس؟ هم أولى بذلك. نعم. يقول السائل: حج جماعة من كبار السن قبل سنوات عديدة واشتركوا في شاة واحدة للهدي، فهل يجزي ذلك؟ وإذا كان لا يجزي ذلك فماذا عليهم الآن، خاصة وهم في بلادهم؟ نرجو منكم بيان ذلك وجزاكم الله خيرا. الهدي باقي في ذمتهم، الهدي باقي دين في ذمة كل واحد منهم، فعليهم كل واحد أنه يذبح شاة قضاء لما فاته في حجه، يذبحها قضاء في مكة، ما يذبحها في بلده، يذبحها في مكة لأنها باقية في ذمته. وإن كان لا يستطيع لفقره إنه يصوم 10 أيام في أي مكان، في بلده أو غيره، يصوم الصيام يجوز في كل مكان، أما الذبح فلا بد أن يكون في مكة. نعم. يقول السائل: الحاصل أنه باق عليهم الهدي باق على كل واحد منهم. نعم. وهذا يسأل عن زكاة الخضروات. خضروات ليس فيها زكاة، الزكاة في الحبوب والثمار، أما الخضروات فليس فيها زكاة إلا إذا كان يبيع ويشتري فيها وحصل منها دراهم فيزكي الدراهم اللي عنده، أما نفس الخضروات ليس فيها زكاة. نعم.